حملت وعادت من جديد فراس شلبايا، فرصة ورا فرصة، هجمة ورا هجمة، محاولة ورا محاولة، والمحاولة تأتي وبعد ذلك تحولت إلى ضربة ركنية. السرعة 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 بالنسبة لنادي الوحدات في الكرات، السرعة بالهجمات والمحاولات التي تستمر. أنس العوضات، أنس العوضات في ضربة ركنية ثانية في شوط المباراة الثاني. هل نشاهد أولى الأهداف؟ هل يعنون الوحدات بأولى الأهداف؟ بأي رأسية ستأتي العرضية الموجودة؟ عامر جاموس يحاول في اللقطة الماضية، عامر يحاول ما زال يأتي بالعرضية ولكنها غادرت أرضية الملعب وتحولت. وأحمد الياس، سلامات لأحمد الياس، تعرض للإصابة. كل السلامة، كل السلامة لأحمد الياس الذي يتعرض للإصابة في هذه اللحظات. الوقت يمر، الوحدات أشوف وأشاهد أن لاعبين الوحدات، الاستعجال الموجود عند لاعبي وعناصر الوحدات. اللقطة الماضية اصطدمت بأحمد الياس بعد رأسية حاول أن يهيئها أمام أبو طه عامر جاموس، لكنها ما اكتملت في اللقطة الأخيرة وتعود لإصابة. يكسب ثواني، يكسب ثواني التقاط الأنفاس بالنسبة للاعبي النادي الأهلي من أجل تهدئة الرتم قليلا، من أجل تهدئة الرتم قليلا بالنسبة للاندفاع الهجومي لعناصر الوحدات. شوف الفرصة الأخطر في المباراة، الفرصة الأجمل في المباراة بالنسبة لسيدريك هنري. العوضات، فراس شلبايا، ثلاث محاولات لم تتوج بالنجاح ولم تكتمل بأن تكون هدف أخضر في أرضية الملعب. يا سادة في اللقطة الماضية، الآن الأهلي بتسعة لاعبين بعد أن تعرض أحمد الياس للإصابة. كرة ملعوبة، فراس شلبايا داخل المنطقة، محاولة، هل تكتمل؟ هل تكتمل؟ كريست يقطع الكرة الماضية لكنها ما اكتملت بالشكل الصحيح، عادت إلى مرتدة صياحين، يرسلها في المكان الهادي، خطفها الدردور، محاولة من الدردور. الله 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 على الانتداب الجديد، ياهو تعاقد، ياهو صفقة جميلة بالنسبة لنادي الوحدات. كريست اللاعب الكونغولي الذي يقطع الكرات، يقطع المحاولات، يقطع التمريرات بشكل مميز، بشكل جميل. هذا اللاعب في وسط الملعب يذكرنا بلاعبين كبار في القارة الآسيوية. كرة ملعوبة، العرضية الموجودة لكنها مرت وعادت من جديد. سرعة الإيقاع، سرعة الأداء ما بين الفريقين. المباراة بحاجة إلى هدف، المباراة تحتاج إلى جول، المباراة تحتاج إلى هدف. أنس العوضات يموه، يا السلام على مرور، الله على تمويه، يا لعيب يا لعيب، يا الله 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 يا أنس، الله يا عوضات، هات ما عندك، هات هات ما عندك، هات يا العوضات، عوضنا عن اللي فات يا عوضات، بعد غياب يعود. شوف الاستلام، شوف باليسار يا سادة يا كرام، صوب صوب اللقطة الماضية قوية جاءت على مرمى ربيع عز الدين لكنها مرت بردا وسلاما على مرمى النادي الأهلي في اللقطة الأخيرة. أنس العوضات ينطلق، انطلاقاته خطيرة جدا هذا اللاعب، وتبديلات ستأتي بكل تأكيد لا محالة بالنسبة لعناصر المدرب عماد رشاد. الأهلي يعاني في الخطوط الخلفية، طبيعي أن يعاني، لماذا؟ لأنه منقوص العدد، منقوص العدد بلاعب الوسط العراقي علي رحيم. كرة بتتحول، عامر جاموس طويل الأمام، السرعة موجودة ما زالت في أرضية الملعب، سرعة الإيقاع موجودة وحاضرة. لاعبين تشعر إنهم ما غابوا عن البطولة المحلية وما في حالة توقف موجودة، لكن هون اللي ما يوقف، هون اللي ما يتوقف، هون سرعة أنس العوضات في اللقطة الأخيرة والاشتراك ما بين المدافع وحارس المرمى. يصطدم، يصطدم ربيع عز الدين بالمدافع في اللقطة الماضية، ليث أبو رحال لاعب الأولمبي يصطدم بحارس مرماه في اللقطة الأخيرة. أحمد يعقوب عين على الوقت، بكل تأكيد العين الموجودة على الوقت، على الثواني المهدرة، على الثواني للضيع في أحداث هذه المواجهة. لكن الوحدات ما زال يحاول. التبديلات التي ستأتي بالنسبة للنادي الأهلي، نشاهد ثلاث تبديلات لربما تأتي دفعة واحدة من المدرب عماد رشاد. هل نشاهد أحد المحترفين الجدد بالنسبة للنادي الأهلي يحضرون لأرضية الملعب؟ التبديل الأول الذي يحضر بالرقم 9 اللاعب محمد مرعب المحترف الفلسطيني الهداف التاريخي للدوري الفلسطيني، يأتي ويأتي بالرقم 8 أيضا اللاعب محمد عز الدين، وبالرقم 70 يستعد أنس
بني عودة. يغادر خالد الدردور أرضية الملعب رقم 17 خالد الدردور ويدخل المراعبة محمد مراعبة ويغادر أيضا الذي يتواجد الانتداب الجديد خالد صياحين. تبديل لفريق الأهلي خروج اللاعب رقم 11 خالد صياحين ويغادر بالرقم 7 إبراهيم الجوابرة في أحداث هذه المواجهة. يعني ثلاث تبديلات من ضمن الثلاث تبديلات لاعبين عندهم النزعة الهجومية، المحترف الفلسطيني محمد مرعبة وأنس بني عودة الذي يستعد الآن بالرقم 70 للنادي الأهلي في أول تجربة احتراف لهذا اللاعب الذي يدخل بديلا لإبراهيم الجوابرة في أرضية الملعب. تبديلات وعماد رشاد لا يخشى شيء، لا يخشى شيء، هل يطمع بهدف الثلاث نقاط؟ ليطمع بالانتصار بعشرة لاعبين؟ لا أعلم، ولكن التبديلات الحاضرة تبديلات عندهم النزعة الهجومية بكل تأكيد، محاولة اللعب على المرتدات على المساحات اللي يتركها فريق الوحدات في الحالات الهجومية، محاولة تأتي وصلت من جديد حاضرة عند بني عودة في أول لمسة. أنس بني عودة، كيف ستكون أول تجربة يا أنس بني عودة؟ كيف ستكون رحلة الاحتراف يا بني عودة في بطولة الدوري؟ سنرى ونتابع في آخر 20 دقيقة من أحداث هذه المواجهة. رمية التماس تنفذ سريعا لكن لخارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى حاضرة عند عبدالله الفخوري. تبديل آخر جديد لنادي الوحدات، دخول محمود زعترة ويغادر أحمد سمير أرضية الملعب. ثلاث تبديلات في الجانب الأهلاوي، ثلاث تبديلات في الجانب الوحداتي، كلا الفريقين يبحثون على الانتصار ولا بديل عن الانتصار للنادي الأهلي إنما أراد أن يبتعد عن أسفل الترتيب، يبحث عن الضوء في داخل النفق، يريد الخروج إلى طريق النور، يريد أن يرتقي إلى المراكز الأمامية على سلم الترتيب، يريد أن يكون بشخصية الفريق الذي حقق ثمن ألقاب في دوري المحترفين في الأيام الجميلة في الأيام الخوالي لهذا النادي. لكن حال النادي الأهلي لا يسر محبيه، لا يسر متابعيه على مستوى جدول الترتيب، يريد أن يعود إلى سنوات المجد، يريد أن يعود إلى سنوات المنصات والحضور الكبير على مستوى البطولات المحلية. كرة ورمية تماس حاضرة لنادي الوحدات، الوحدات بتمريرة وصلت إلى الكونغولي إكريست بعرضية، ولكن ربيع عز الدين الذي يتواجد في مرماه في اللقطة الأخيرة انقذ الموقف في اللقطة الماضية. بعز الدين في دور التصدي، هل يأتي الحل من البدلاء في أرضية الملعب؟ هل يأتي الحل من البدلاء في أحداث هذه المواجهة؟ بكل تأكيد سنرى ونتابع فيما تبقى من دقائق في عمر وأحداث هذه المواجهة. كرة بتصل الطرف الأيسر، محاولة وصلت إلى محمود زعترة، تعود أنس العوضات مرة أخرى من جديد إلى محمود شوكت. محمود شوكت بتمريرة واصل إلى عامر، يعود إلى محمود شوكت أمام لاعب، شوكت يرسل كرة لعامر جموس، يحاول محمود شوكت بتمريرة يضرب فيها الدفاعات، عامر جموس هل يأتي بالعرضية من أمام اثنين، يرسل كرة أمامية لكن التغطية، يا السلام يا السلام يا السلام على التدخل، الله على أحمد الياس في اللقطة الماضية، مهند أبو طه خطفها بالعرضية، هنري هيأها، زعتر أمام المرمى، ممكن كريستي صوب ولكن ارتدت من الدفاع، ما زالت من جديد أحالة هجومية وحداتية. أنس العوضات مرة أخرى، أنس العوضات أمام لاعب، يرسل كرة على حدود منطقة الجزاء، ما زالت مستمرة المحاولات الوحداتية، العرضية الرأسية أمام المرمى، فراس خلصها ممكن، أوه ما خلص الأمور فراس، ما استقرت يا وحدات، اللقطة الماضية للأهلي، المرتدة الحالية للأهلي، لكن لا يوجد لا يوجد لا يوجد لاعب، اللاعب اللي كان ممكن أن يكون موجود كان مطرود، اللاعب علي رحيم العراقي. 10 لاعبين الأهلي يا سادة يا كرام منذ الدقيقة 37 لا زال ثابتا، لا زال محافظا
لا زال صامدا في أرضية الملعب النادي الأهلي، لا زال يحافظ على النتيجة السلبية لغاية الآن. أمامية إبعاد محمود زعتر كما جاءت وحدة قوية من اللمسة الأولى لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. الوحدات في 73 دقيقة يعني شكل الخطورة الكبيرة والمحاولات المتواصلة لم يوفق بالنجاح بأن يسجل هدف، والأهلي يعني الذي كان مجبرا لأن يتراجع إلى الوراء بسبب حالة الطرد يا سادة يا كرام، وبذلك النتيجة ما زالت بالصفر مقابل صفر. لا الوحدات سجل ولا الأهلي سجل، ومرحلة إياب شحيحة الأهداف بكل تأكيد في بداية مرحلة. إن نشاهد ونشوف أربع مباريات فيها هدف واحد، ولكن على طار الأهداف، الأهداف حضرت في مباراة الرمثة التي تلعب بنفس التوقيت أمام غير السرحان الذي انتهى شوطها الأول بتقدم غير السرحان بهدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف. إن الأهداف غائبة عن هذه المواجهة. كرة مرسولة الآن ملعوبة، العودة للوراء يوسف أبو الجزر إلى كريست يسرع اللعب. الوحدات السرعة 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 من عناصر لاعبي خط الوسط الوحدات في أرضية الملعب. محاولة مستمرة أمام هنري، أمام هنري ممكن يخطف الكرة في اللقطة الماضية. ماذا يقول الحكم؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. يقول أحمد يعقوب استمرارية للاعب في اللقطة الماضية، الالتحام مع ليث برحال في اللقطة الأخيرة، التدخل اللي كان موجود. لاعب الأهلي يتعرض للإصابة، يحاول الأهلي أن يكسب الدقائق والثواني في أحداث هذه المواجهة، وكلما مر الوقت كلما ازدادت الأمور صعوبة في أحداث هذا اللقاء. كرة محاولة تصل أمامية لكنها غادرت أرضية الملعب وتحولت إلى ضربة مرمى حاضرة. 75 دقيقة من اللعب والنتيجة صفر مقابل صفر، لا زالت يا سادة يا كرام ما بين الأهلي والوحدات في أحداث هذا اللقاء في أرضية ملعب عمان الدولي، المباراة رقم 20 الذي يحتضنها هذا الملعب في هذا الموسم. ربيع عز الدين طويل الأمام، إبعاد بالرأس وصلت في وسط الملعب، حاول مستمرة واصل الكرة أهلوية في الطرف الأيمن قائمة، ما زالت إبعاد بالرأس، ما زالت الكرة اشتراك في اللقطة الماضية والخطأ المحتسب للاعب عرفات الحاج في اللقطة الأخيرة. الكرة بتعود مرة أخرى من جديد إلى كريست في وسط الملعب، وصلت إلى مهند أبو طه بتمريرة إلى عامر جاموس، عامر جاموس في محاولة إلى محمود شوكت، مرة أخرى إلى فراس شلباية، فراس شلباية يبحث عن الزميل، حضر الإسناد من أنس العوضات، عوضات بعرضية مثالية داخل المنطقة، كريست ممكن صواب، مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. السويبة الأخيرة اللقطة الماضية اللي عدت من كريست خارج أرضية الملعب. شوف الاستلام باليسار، قدم اللي يعني ويلعب باليمين لكن كما جاءت قوية غادرت أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. ما زال في عمر المباراة بقية، ما زال هذا اللقاء فيه الكثير فيما تبقى من دقائق، فيه الكثير. نعم أشعر أن هناك هدف قادم، لن تنتهي بهكذا وضعية، لن تنتهي بهكذا نتيجة بكل تأكيد في أرضية الملعب. الهدف لمن يكون؟ هل يكون للأهلي بالمحترفين الجدد؟ بالمحترفين الجدد محمد مرعب المحترف الهداف التاريخي الفلسطيني، أم باللاعب الذي جاء أنس بني عودة محترف الفلسطيني أيضا، أم باللاعب محمد عز الدين اللاعب الذي دخل بديلا لأرضية الملعب
من سيسجل للأهلي؟ من سيسجل للوحدات؟ الدقائق القادمة ستكشف المزيد والمزيد عن أسرار هذا اللقاء. كرة ملعوبة الآن وصلت في الطرف الأيسر، أبو طه في الاستلام، أبو طه أمام لاعب، أبو طه هاتخذ ملعوبة، لكن التغطية الحاضرة، يا السلام على الافتكاك من ليث أبو رحال. ليث أبو رحال ينطلق يخترق، ليث يصوب من مسافة بعيدة، ولكنها مرات حاول أن يفاجئ فيها الفاخوري، حاول أن يفاجئ فيها المشاهدين، حاول يفاجئ فيها كل المتابعين. ليث أبو رحال في اللقطة الماضية باليسار صوب من مسافة بعيدة جدا، لكنها ما اكتملت في اللقطة الماضية. تعود إلى يوسف أبو الجزر، يوسف أبو الجزر بالاستلام، وصلت إلى كريست، كريست في الاستلام، وصلت العوضات، يا السلام على الكوبري، صوب، الله 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 الله، يا عيني على العملاق، الله على العملاق، الله على حامل عرين، الله على ربيع الزدين، يا عيني على تصدي، يا عيني على كوبري. بدأ الإبداع من أنس العوضات وربيع عز الدين، ختم الإبداع، ختم التصدي، ختم التألق، ختم المتعة يا سادة يا كرام في اللقطة الماضية. أي لوحة كروية لم تكتمل، لكن فرصة أجمل من هدف، فرصة أحلى من هدف، صورة أجمل من هدف، لقطة أحلى من جول في اللقطة الماضية. تألق ربيع عز الدين وأنس العوضات، ضربة ركنية ملعوبة داخل المنطقة تبحث عن الرأسية، لكن الإبعاد ما زالت الكرة في أرضية الملعب. أي متعة، أي كوبري، يا عيني على الرايق، يا عيني على الرايق. أنس العوضات في الفورمة دائما وأبدا، دائما وأبدا يعودنا ويمتعنا بالأهداف بالمحاولات، لا يغيب عن المواعيد. هنا الكرة لا تغيب عن الوحدات داخل المنطقة، محاولة واصلة عند فراس الباي، لكن التغطية الحاضرة الموجودة بالشكل المثالي من ماهر مروان في اللقطة الأخيرة. مرة أخرى أمامية يحاول فيها اللقطة الماضية يوسف أبو الجزر، استحواذ في وسط الملعب، عامر جاموس، وصلت إلى أنس العوضات، أنس العوضات أمامية، أنس يرسل كرة لكنها بلا عنوان، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب اللقطة الماضية. المحاولة التي جاءت للوحدات، والفرصة الجميلة كانت من أنس العوضات، الفرصة الرائعة من أنس العوضات، الفرصة الحلوة من أنس العوضات، والتألق الأجمل كان من ربيع عز الدين الذي يرفض الكرة أن تستقر في شباكه في اللقطة الماضية. كرة أمامية، إبعاد، ما زالت المحاولات الأهلوية، القطع الموجود، يا السلام على الافتكاك في اللقطة الماضية اللي كان حاضر من محمد مراعبة، لكنها ما اكتملت في اللقطة الأخيرة. تعود إلى يوسف أبو الجزر، 9 دقائق على نهاية شوط المباراة الثاني، والنتيجة 0-0 ما بين الفريقين. محاولة تأتي، فراس شلباية الأهلي في الطرف الأيسر، محاولة تصل مرة أخرى في وسط الملعب، واضح أن الأهلي يلعب ناقص العدد في مباراة اليوم، واضح أن الأهلي يعاني بسبب الطرد. العرضية الموجودة داخل المنطقة لكن بلا رأسية، الكثافة العددية تغيب لغاية الآن. مهند أبو طه، مهند أبو طه يرسل كرة، وصلت محمود شوكت يرسلها أمامية، لكن فيفيان الإيفواري، الإيفواري يبعدها، أحمد الياس خطفها في اللقطة الماضية، ما فيها يقول العب أحمد يعقوب، يوسف يصوب أمام المرمى، ما زالت وحدتية، كريست يخطف الكرة، لكن القطع الموجود، القطع الموجود، كرة هنا وكرة هناك، وما زالت، يا السلام لرحال، ليث رحال يتقدم بانطلاقة شجاعة من المدافع، يا عيني يا عيني يا ليث أبو رحال، أبو رحال يرتحل في أرضية الملعب، يرحل من الدفاع إلى الهجوم في اللقطة الماضية. في اللقطة الأخيرة المحاولة التي جاءت من أنس بن عودة، أنس بن عودة، أنس بن عودة، وليس ليث أبو رحال، ليس ليث أبو رحال في اللقطة الأخيرة اللي كان موجود، أنس بن عودة في اللقطة الأخيرة، الاندفاع إلى الخطوط الأمامية من أنس بن عودة في محاولة تأتي، وصلت مرة أخرى أمامية في وسط الملعب، تتحول محمود زعترة، عامر جاموس إلى أبو طه، محمود شوكت، وصلت إلى كريست، أبو طه من جديد، أبو طه
أمامية إلى أنس العوضات، أنس العوضات لاعب على لاعب، لاعب على لاعب، ممكن يمر، ممكن يعمل فيها، ممكن يأتي فيها، ممكن فيها جول. الله، كفاك تألقا يا ربيع عز الدين، كفاك إبداعا يا ربيع عز الدين، كفاك تصديا يا ربيع عز الدين. الله على العملاق، الله على لاعب، الله على حارس، إنه في الفورم يا سادة، إنه في يومه يا سادة، إنه في قمة الإبداع يا سادة يا كرام. الله على ربيع عز الدين، حامل عرين، مان أوف ذا ماتش، مان أوف ذا ماتش، وإن تلقيت الأهداف يا ربيع عز الدين. الله على تألق، الله على تصدي بكل الوسائل يبعد الكرات، الله على قفاز، الله على كرة وحدتية خطرة، جول. لا 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 يا فراس، لا يا شلبايا، يهدر فراس شلبايا، يهدر كرة هدف محقق أمام المرمى، راحت يا فراس، عدت يا شلبايا في اللقطة الماضية. الوحدات لا يسجل في أمسية اليوم بكل الطرق، يهدر الوحدات تارة بالعارضة، تارة بقفاز الحارس ربيع عز الدين، وتارة أخرى بإهدار لاعبي الوحدات للفرص في مباراة الفرص المهدرة بالنسبة للوحدات. الوحدات لا أستطيع أن أقول ما هو بيومه، لا هو بيومه، هو يصل، هو يهاجم، الوحدات يهاجم ويصل إلى ربيع عز الدين، لكن غير محظوظ، غير محظوظ في أمسية اليوم، واللي يضيع يقبل، اللي يضيع يقبل يا وحدات في أمسية اليوم. محاولة تصل في الطرف الأيسر، قائمة مستمرة، الإبعاد بعد ذلك، تحولت من جديد، خطف أنس العوضات، أنس تقدم، تقدم أمام المرمى، لا 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 لا، الله الله الله, الله يا جماعة ربيع، الله على ربيع، الله على عز الدين، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ الله على التألق في داخل الستة ياردة، يتصدى من خارج المنطقة، يتصدى من كل مكان، يتألق من كل مكان، يتفوق ربيع عز الدين، هو مان أوف ذا ماتش، هو رجل المباراة. الله على ربيع، الله على نجم النادي الأهلي، الله الله يا ربيع، بالفعل بالفعل نجم، بالفعل نجم، تستحق الثناء، تستحق الكيل من المديح في أمسية اليوم بكل تأكيد يا ربيع عز الدين. من أين أتيت بهذه القوة وبهذا التركيز وبهذا الذهن العالي يا ربيع عز الدين في أحداث هذه المواجهة؟ كرة بتتحول، ما زالت من جديد، نجم فوق العادة، نجم فوق العادة، هو في يومه بكل تأكيد، لكن إلى متى يستمر؟ إلى متى يستمر الصمود يا ربيع؟ إلى متى يستمر الصمود يا أهلي؟ هنا أنس العوضات يرسل كرة أمامية أمام اللاعب سيدريك هنري، لكنها طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية. الهدف اقترب، الهدف اقترب للوحدات. كثر الضغط يولد الانفجار، كثر الضغط يولد الانفجار، من ينفجر في أرضية الملعب؟ من يسجل الهدف الواحد، هدف الثلاث نقاط؟ هل يقلص الفارق الوحدات مع الحسين في أحداث هذه المواجهة، أم يبقى الفارق بسبع نقاط في حال التعادل؟ كرة أمامية في محاولة بتصل للوحدات، الإبعاد ما زال مستمر، الوحدات في الضغط، وما زال الأهلي مستمر في الدفاع في هذه اللحظات. الكرة المرتدة، الكرة الملعوبة، هل ينتصر الأهلي بعشرة لاعبين؟ هل ينتصر الأهلي؟ هل يتفوق الأهلي بعشرة لاعبين؟ يا سادة، كل شيء ممكن في عالم كرة القدم. في هنا الاستلام، هنا المحاولة، يا السلام، يصوب كرة لكنها بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد. يا بني عودة، حاول أن يعود بالأهلي، حاول أن يرفع راية الأهلي، حاول أن يرفع راية التحدي. أنس بني عودة المحترف الفلسطيني في أول تجربة هذا الانتداب الجديد في كرة القدم الأردنية، أن يسجل هدف للكتيبة الأهلوية، لكن المحاولة تصل، المحاولة ترتع تأتي ويرتفع فيها رسق اللقاء، يرتفع فيها رتم المواجهة. هنا أبو طه، مهند هند أبو طه، يعود إلى فراس، فراس شلبايا في محاولة واصلة للوحدات عن طريق أنس، أنس العوضات في محاولة، أنس حاول يضرب فيها الدفاعات، استلمها فراس، يا سلام يا فراس، يهيئها على الصدر وكأنه يهيئها بشكل ممتاز اللاعب فراس شلبايا، لكن ما اكتملت في اللقطة الأخيرة. الإبعاد، المرتدات، اللعب على الكرات المرتدة سلاح النادي الأهلي في آخر ما تبقى من ثواني ودقائق، ومهند أبو طه بالشجاعة بالقوة يريد أن يأتي بالهدف بكل قوة في أرضية الملعب. أمامية لكنها غادرت،
وتحولت إلى ضربة مرمى. قلت خطورتها، تحولت خطورتها إلى ضربة مرمى. وصلت إلى ربيع عز الدين. ربيع عز الدين في اللقطة الماضية يعني بكل أمانة أبعد على أقل تقدير أربع أهداف محققة، أربع أهداف محققة. كرة من نجم المباراة ربيع عز الدين، أمامية في وسط الملعب. نلعب في آخر دقيقة يا سادة في محاولة تصل للأهلي. الأهلي يحاول، الأهلي يرفع راية التحدي فيما تبقى من ثواني، لكن هنا من يرفع رتم المواجهة، هنا من ينطلق، من يندفع إلى الأمام، يوسف أبو الجزر إلى العوضات. أنس، أنس بالإضافة يحاول أن يعمل فيها شيء في اللقطة الماضية، لكنها غادرت أرضية الملعب وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. دقيقة وحيدة، كم سيقدر الحكم أحمد يعقوب كوقت محتسب بدل ضائع في أمسية اليوم؟ كم هو الوقت الذي سيحتسبه الحكم أحمد يعقوب؟ حدث العديد من التوقف بداعي الإصابات للنادي الأهلي في أمسية اليوم. كرة طويلة من ربيع عز الدين، النتيجة سلبية، التعادل أشبه بانتصار بالنسبة للنادي الأهلي على اعتبار أنه يلعب ناقص العدد ومطرود منه لاعب منذ الدقيقة 37. أي نعم، المحترف العراقي علي رحيم علاوي غادر أرضية الملعب بالورقتين الصفراء في شوط المباراة الأول. محاولة تصل في الطرف الأيمن، فراس الباية يرسل كرة أمامية، لكن الإبعاد، الإبعاد كريست، رأسية هنا، رأسية هناك، ما بينه وبين زعترة، وصلت في الطرف الأيمن العرضية الموجودة، لكن الإبعاد من جديد. من يأتي بالهدف؟ من يأتي بالجول؟ في محاولة تصل إلى محمود، شوكة برسلها أبو طاها، العرضية الأرضية داخل المنطقة. هناك لاعب، هناك لاعب على الأرض، وثمان دقائق وقت طويل، وقت طويل، ثمان دقائق محتسب كوقت بدل ضائع في أمسية اليوم وإصابة، ويكسب بعض الدقائق والثواني المحترف الكونغولي فيفيان. شوف التدخل اللي كان ما بينه وبين محمود زعتر في اللقطة الأخيرة. تعادل سيد الموقف لغاية الآن. نلعب في الوقت المحتسب بدل ضائع. ثلاث مباريات في هذه الجولة لم يسجل فيها أهداف. معان والجليل 0-0، سحاب والعقبة 0-0، والأهلي والوحدات 0-0 في أمسية اليوم. مباراتين فقط تم فيهم التسجيل، الحسين والشباب الأردن ومخير السرحان والرمثة التي تلعب في نفس التوقيت. بعد هذه المواجهة سنشاهد ونتابع مباراة الفيصلي والسلط على ملعب السلط. كرة أمامية، تعود الكرة للوحدات. بهذا التعادل يقلص الفارق الوحدات مع المتصدر الحسين إلى 7 نقاط. تعادل يفرح الأمة الحسينية، مشجعين نادي الحسين إربد بهذا التعادل يرتاح أكثر في الصدارة بكل تأكيد. وهذا التعادل لا يسر خاطر مشجعين الوحدات بكل تأكيد. بهذا التعادل فإن اللقب يقترب شيئا فشيئا من نادي الحسين إربد. نعم، مع مرور الوقت والابتعاد بفارق النقاط، الحسين يبتسم، يبتسم، يبتسم على سلم الترتيب أنه يبتعد بفارق 7 نقاط، فارق مريح جدا بالنسبة للحسين إربد في بطولة الدوري. كرة بتصل في وسط الملعب، إلا إذا، إلا إذا، إلا إذا كان للوحدات رأي آخر في أرضية الملعب، إلا إذا الوحدات انتفض كما فعل الحسين إربد أمام الشباب الأردن. هل يفعل الوحدات أمام النادي الأهلي؟ الحسين إربد تفوق في 97، الوحدات الآن يلعب بعد الدقيقة 90. هل يسجل الهدف القاتل؟ العرضية الموجودة وصلت من جديد، عادت مرة أخرى إلى محمود شوكت، يسرع اللعب مع أنس العوضات، يطلب الكرة عرفات الحاج، وصلت إلى محمود شوكت. عرفات، عرفات في الاستلام، ينتظر الإسناد عرفات الحاج، يحاول المرور، يحاول العبور، مر 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 مر، عبر، وبعد ذلك يسقط أرضا ويتعثر، ولكن لا يتأثر، وخطأ محتسب للوحدات من مسافة قريبة، من مسافة هل يأتي فيها الوحدات بالحل؟ هل يأتي فيها بهدف قاتل في أرضية الملعب؟ هل يأتي فيها
أحد اللاعبين برأسية تستقر في شباك المتألق ربيع عز الدين الذي تألق في أمسية اليوم. أنس العوضات يأتي بالعرضية لكنها مرت بلا عنوان إلى خارج أرضية الملعب يا سادة، تحولت إلى ضربة مرمى عند ربيع عز الدين. عند ربيع عز الدين في اللقطة الماضية لم يتبقى الكثير. أمجد أبو طعيمة يقف على الخط. أمجد أبو طعيمة في أمسية اليوم عمل التبديلات وفريق الوحدات لم يستغل النقص العددي للنادي الأهلي. كرة طويلة للأمام من ربيع عز الدين في محاولة تنفذ سريعا محمود شوكت. العودة للوراء، المحاولات المستمرة، الضغط المستمر، طبيعي أن يرتفع الإيقاع بالنسبة للوحدات في هذا اللقاء وفي هذه الثواني وفي هذه الدقائق. العرضية الموجودة، أنس العوضات ما بينه وبين سيدريك، لكن فيفيان يقاتل. الإيفواري ناري في أرضية الملعب، الإيفواري ناري في أحداث هذه المواجهة. الإيفواري فيفيان يبعد كل الكرات أمام مهاجمين الوحدات. كريست يرسل كرة أمامية بالرأس داخل المنطقة أمام زعتر. أوه التدخل اللقطة الماضية، ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية. ضغط مستمر، حاولات تستمر، فرص متتالية. الوحدات لا يتوقف عن الوصول إلى مرمى عز الدين. الوحدات يلعب حتى الثواني الأخيرة. اللقطة الماضية ما فيها شيء، استمرارية للعب، إمكانية المرتدة، لكن القطع الموجود في اللقطة الماضية من فراس خاطئة، وبعد ذلك تحولت إلى عبد الله الفخوري. الوقت والثواني تمر والدقائق تمر واللقاء يشتد إثارة في دقائقه الأخيرة. ملعوبة الكرة لكنها طالت وتحولت خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية حاضرة. ضربة ركنية تأتي للوحدات في آخر الثواني، وتبديل تكتيكي آخر فوق له شيء آخر من أجل كسب الثواني للأهلي. والوحدات يحاول بالعرضية الرأسية ولكن غادرت أرضية الملعب وتحولت خارج الملعب إلى ضربة مرمى من يوسف أبو الجزر. اللقطة الأخيرة، الأهلي بالحارس ربيع عز الدين يقتنص نقطة لغاية الآن من الوحدات ويخرج ظافرا بنقطة التعادل بعشرة لاعبين بعد أن تصدى وتألق ربيع عز الدين بكل اقتدار تام في أرضية الملعب. ضربة مرمى حاضرة، لم يتبقى الكثير من الوقت، الوقت يمر في أحداث هذه المواجهة. الوقت المبدد في أرضية الملعب المحتسب. المحاولة تأتي لمهند أبو طه في محاولة ابتصل. مهند أبو طه يقطع الكرة، مهند يحصل على خطأ. الظهير الأيسر الذي يأتي بديلا لخالد كردغلي في أمسية اليوم. كريست المحترف الكونغولي في أول ظهور الانتداب الجديد للوحدات يرسل كرة أمامية، عادت مرة أخرى من جديد، رأسية هنا ورأسية هناك. أنس العوضات، يا السلام على المرور، أنس يصوب، يا الله ما راح تكمل يا أنس، ما راح تكمل يا عوضات، ما راح تكمل يا عوضات. حاول بكل الطرق بكافة الوسائل من كافة الوضعيات من كافة الأماكن يصوب من بعيد. أنس العوضات حاول أن يأتي بالحل لكنها في الشباك الخارجية، وتبديل، وتبديل حاضر يأتي في هذه اللحظات. شوف أنس العوضات في اللقطة الأخيرة حاول فيها أنس أن يأتي بالحل. يدخل اللاعب 99 للنادي الأهلي عون اللوزي لأرضية الملعب في تبديل حضر، تبديل لكسب الثواني والدقائق للنادي الأهلي بعشرة لاعبين. يخرج متعادلا مع الوحدات في أمسية اليوم في محاولة ابتصل ولمسة اليد. الثواني الأخيرة، المحاولات الأخيرة، من يأتي بالحل؟ من يأتي بهدف الثلاث نقاط؟ الوحدات في وسط الملعب، أمامية طويلة وصلت إلى زعتر لكن التكتل الدفاعي في اللقطة الماضية. مرة أخرى وصلت أمام كريست في اللقطة الماضية.
المحاولة محمود شوكت هل يأتي هدف قاتل؟ هل يأتي هدف الفوز؟ هدف الثلاث نقاط إما للوحدات وإما للأهلي، لكن الأهلي بلا مهاجمين في أرضية الملعب، كل الفريق الأهلاوي متراجع وكل الوحدات متقدم وكل الفريق الأخضر إلى الأمام ينطلق مع فراس شلباي. العرضية تأتي، فراس شلباي يرسلها لكن التغطية ما زالت، فراس يأتي بالعرضية المثالية الثانية، المحاولة الثانية والرأسية لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب. وفي هذه اللحظات أيها السيدات والسادة صافرت الحكم أحمد يعقوب يعلن نهاية شوط المباراة الثاني بالتعادل السلبي ما بين الوحدات والأهلي بصفر مقابل صفر. يقلص الفارق الوحدات مع الحسين إربد 7 نقاط ويبقى الأهلي في ترتيب المركز الأخير ب9 نقاط. كان معكم منتصر حمد، الكلمة والصورة تعود إلى الزميل ليث السعود، إليك الخط.